الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين توكلنا على الله رب العالمين اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من حلقات البرنامج الرمضاني احكام الصوم نتابع في هذه الحلقة الحديثة حول زكاة الفطرة وقد وصل بنا الكلام إلى مقدار هذه الزكاة قلنا أنها تجب يجب على المكلف أن يدفع يوم الفطر زكاة الفطر أما بالنسبة إلى مقدارها فهي تحدد بحوالي 3 كيلو من كيلوغرامات من الطعام الشائع أو المتعارف تناوله بين الناس من الحنطة، من التمر، من الزبيب، من الأرز، وغيرها من المنتوجات ومن الأطعمة التي تعارفت الناس على تناولها، مما يعتبر قوتا غالبا أو ربما حتى في بعض الأحيان الإنسان لا يختار أن يدفع زكاة الفطرة طعاما، نعم في مثل هذا المورد يجوز للمكلف أن يدفع بدلا عن الطعام قيمتها، يعني يحدد مقدار هذا الطعام، كم يساوي بعملة بلده ويدفع ما يساوي قيمة ثلاث كيلو من جرامات من الطعام نعم لا للمكلف الحق إما أن يخرجها أو يعزلها ليلة العيد أو يوم العيد وهناك طبعا في كلام بين الفقهاء أن الذي يصلي صلاة العيد فيجب عليه أن يعزلها قبل أن يؤدي صلاة العيد والذي لا يصلي صلاة العيد على اعتبار أن صلاة العيد هي ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات نعم فيحق للمكلف الذي لا يصلي صلاة العيد أن يدفعها ووقتها يمتد إلى فترة الزوال وإلى هذا المعنى أشار الإمام عليه السلام لما يسأل مما تخرج زكاة الفطر قال الإمام عليه السلام تخرج من كل شيء التمر والزبيب وغيره صاعا وقد حدد الصاع كما أشرنا به ثلاث كيلوغرامات وسئل عن الفطرة يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها لأن قلنا أنه يوجد هناك مجال أن يدفع الإنسان عوض الطعام قيمة الطعام فالإمام عليه السلام يسأل بجزء أن ندفع نحن بدل زكاة الفطرة المتعين علينا الطعام والله في مجال ندفع القيمة قال الإمام عليه السلام نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ولعل هذه في مجتمعاتنا السائد في مجتمعاتنا أن لا يدفع الطعام وإنما تؤرش وتحدد قيمة هذا الطعام وتدفع للفقير وللمحتاج بالنسبة إلى مصرف هذه الزكاة بعض الفقهاء حدد مصرف زكاة الفطرة بخصوص الفقراء والمساكين وبعضهم قال أنها بما أنه يصدق عليها عنوان الزكاة فيتشمل الأصناف الثمانية المذكورين في مورد الزكاة الأخرى إذا المسألة هي مورد خلاف بين الفقهاء أمثال السيد الخوي قال أنها مصرفها نفس مصرف الزكاة يعني الأصناف الثمانية المذكورين في مورد آية الزكاة وبعضهم أمثال السيد السيستاني والشيخ الوحيد خصصا زكاة مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين عندنا في المسألة أيضا رأي ثالث يذهب إليه السيد الحكيم يقول أن أن بالنسبة إلى زكاة الفطرة نعم موردها الفقراء والمساكين لكن إذا لم يكن في البلد فقير ولا مسكين قال تدفع للمستضعف وهو مقدم على إخراجها من البلد يعني حتى لو كان في البلد غير مؤمن غير إثنى عشر هذه عنده مستثنات يعني يختلف فيها عن وجهة نظر الغير لأن بقية الفقهاء اللي قالوا أنها تنفق على الفقراء والمحتاجين في صورة عدم وجود فقير ولا مسكين في البلد تخرج هذه الزكاة إلى خارج البلد لكن السيد الحكيم يقول نعم وإن قلنا أن مصرف هذه الزكاة الفقراء والمساكين لكن مع عدم وجودهم في البلد لا تخرج هذه الزكاة ابتداء إلى خارج البلد وإنما مع وجود فقير أو مسكين مستضعف يعني غير مؤمن غير شيع غير اثنى عشر نعم يجوز لنا أن نعطي له هذه الزكاة بالنسبه الى الساده عزهم الله بالنسبه الى زكاه غير الهاشمي لا يجوز للهاشمي الفقير والمسكين ان ياخذ زكاه غير الهاشمي نعم يصح للهاشمي ان ياخذ زكاه الهاشمي يعني السيد ياخذ من السيد لكن سيد الفقير المسكين لا يصح له ان ياخذ زكاه غير الهاشمي نعم لو فرضنا ان الدافع كان هاشميا يصح ان تنفق فطرته على الهاشمي السيد وعلى غير الهاشمي. الهاشمي ولا يجوز اعطاء هذه اعطاء هذه الزكاه لمن تجب نفقته عليه بالنسبه الى الام بالنسبه الى الاب بالنسبه الى الزوجه بالنسبه الى الاولاد لا يجوز للمكلف الذي يريد ان يدفع الفطره لابد ان يخرجها الى الفقراء والمساكين من غير الاشخاص الذين تجب نفقتهم عليه يعني اذا كان الانسان ابوه اذا بي الانسان او اما الانسان او زوجته او اولاده كانوا من الفقراء لا يجوز لك ان تدفع لهم زكاه الفطره نعم لابد ان تخرج الى الفقراء والمساكين من الاشخاص الذين لا يجب عليك ان نفقت عليهم وكذلك يشترط في زكاه الفطره ان يقصد فيها الانسان التقرب لله سبحانه وتعالى يقول ادفع زكاه الفطره قربة الى الله تعالى يدفع زكاة الفطرة بعنوان القربة لأنها من الواجبات التي لا تسقط عن ذمة المكلف أو التي يشترط فيها نية القربة كغيرها من العبادات الأخرى هنا عندنا عنوان في المورد أنه يستحب للمكلف لا على نحو الوجوب يستحب للمكلف أن يخص بهذه الزكاة ذوي القربة ذوي القرابة أقرباء الإنسان يستحب له أن يدفع لهم الزكاة امثال مثلا العم العمه الخاله وما شاكل ذلك لقول الامام عليه السلام لا صدقه وذو رحم محتاج ثم بعد ذلك ياتي في الرتبه الثانيه الجيران لقول الامام عليه السلام جيران الصدقه احب او احق بها وكذلك من العناوين التي طرحت في هذا المجال ان العلماء قالوا ينبغي ترجيح اهل الفضل في الدين والعلم اهل الفضل في الدين وفي العلم يقدم على غيره يعني اذا كان عندنا عالم فقير او شخص متدين فقير فهو اولى من غيره واولى بان تصرف عليه هذه الزكاه لقول الامام عليه السلام اعطهم على الهجره في الدين والفقه والعقل هنا عندنا مساله في هذا المجال اذا عزلها المكلف اذا عزل المكلف زكاه الفطره ليله الفطر او صبيحه يوم الفطر على نية أن يلتقي أو أن يذهب إلى الفقير ويدفعها إليه، في مثل هذا المورد إذا عزلها تعينت ولا يجوز للمكلف أن يبدلها، وإذا أخرها إذا أخرها الواجب إذا أخرها عن وقت دفعها فالواجب عليه أن يضمنها في صورة التلف. فإذا نحن حددنا أنه إذا من يصلي صلاة العيد بده يدفعها قبل صلاة العيد، ومن لا يصلي صلاة العيد يمتد وقتها إلى الزوال. لو فرضنا أن المكلف نسي أن يدفع هذه الزكاة أو تباطأ في دفعها إلى أنزالة الشمس وصار بعد ظهر اليوم أو في اليوم الثاني أو الثالث في مثل هذا المورد يدفعها المكلف بنية القربة المطلقة يعني لا أداء ولا قضاء بقي عندنا في هذا المورد مسألة أنه يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه حتى وإن وجد المستحق في البلد حتى وإن وجد المستحق في البلد إذا كنا نعيش في عصر الإمام عليه السلام أو وجود نائب له المراجع العظام يجوز للمكلف ساعة إذن أن ينقل الزكاة من بلده إلى خارج هذا البلد. نعم في صورة هناك مورد آخر ذهب إليه بعض الفقهاء قالوا أن الأحوط لزوما أن لا تنقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق. يعني إذا لم يكن هناك إمام معصوم ولا نائب للامام عليه السلام خارج البلد لا يجوز للمكلف ان يخرج زكاة الفطرة الى خارج البلد مع وجود المستحق. نعم اذا فرضنا لم يكن هناك مستحق في البلد يجوز ساعة اذن للمكلف ان يخرج هذا المال الى خارج بلده وعندنا استثناء اخر لو كان المكلف مسافرا مثلا من بلده الى بلد اخر وكان في يوم العيد في بلد غير بلده جاز له ساعة اذن أن يخرج هذه الزكاة وأن ينفقها في البلد الذي سافر إليه، وهذا لا ينطبق عليه عنوان نقل الزكاة من بلده إلى بلد آخر. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.